أشاد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أشاد بتوطيد مملكة البحرين ريادتها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ مكانتها الحقوقية الدولية المرموقة ضمن الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وفقا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية للعام السادس على التوالي. وبهذه المناسبة رفع وزير الخارجية أسماء آيات التهاني إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، معرضا عن اعتزازه بتحقيق مملكة البحرين لهذا الإنجاز الحقوقي، مشيدا بالتعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والتنسيق مع المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وكرامته، معرضا عن تقديره لجهود الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية في مجال إنفاذ القانون ودعم معاليه لإدارة مكافحة الإتجار بالبشر بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية. كما ثمن وزير الخارجية جهود سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل في توفير بيئة آمنة وعادلة في سوق العمل وتنفيذ تدابير وإجراءات متكاملة لمكافحة الإتجار بالأشخاص، متوجها بالشكر والتقدير إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص ومثمنا دورها في التنسيق بين مختلف الوزارات وتعاونها مع السلطة القضائية والمجتمع المدني في مكافحة الإتجار بالأشخاص واحترام حقوق الإنسان. هذا وأعرب وزير الخارجية عن اعتزازه بالتعاون المثمر مع الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات وتبادل الخبرات مع المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.